نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الأجواء، سلام الله عليكم. وإلى عناوينها: في ختام الصالون الدولي لشمال إفريقيا للبترول، العارضون ينوهون بأهمية هذا الحدث في ظل رهن السوق النفطية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أسدل الستار اليوم على الطبعة السادسة للصالون الدولي شمال إفريقيا للبترول المنظم في الجزائر العاصمة، والذي شارك فيه أزيد من 400 عارض من 28 دولة. الصالون كان فرصة سانحة للشركة البترولية والمنتجين للتبادل الخبرات وكذا إبرام صفقات في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها سوق النفط. عبد السلام شكركر. أمام الوضع الراهن في مجال النفط والغاز وما يفرضه من تحديات، فإن صالون شمال إفريقيا للبترول، والذي يمثل أكبر المعارض الإفريقية في المجال، كان فضاء مميزا بين الشركات الوطنية والأجنبية لإبرام الصفقات وبين البتروليين والممولين لعقد اللقاءات وتبادل الخبرات واكتشاف التكنولوجيات الجديدة. أجري بايب هي مؤسسة جزائرية 100% والحمد لله، شركة تساهم في صناعة المواسير الألياف الزجاجية للسوق الجزائرية والخارجية إن شاء الله عن قريبا، وفتحنا باب التصدير والحمد لله من خلال هذا المعرض. الصالون مهم كثير، ونشوفوا التقدم ليفولوشن تاع الصالون هذا من عام لعام، باسكو لاندستري الجيريان سو ديفلوب داني اون اني، وسا سو فوا هنا في الصالون. شوف نون سولمون في لي سوسيتي اللي يجيو يهضروا ويوريو لي برودوي تاعهم ولي لا نوفيل تكنولوجي اللي تجي في لي صالون، اون بلوس نشوف لي ديفلوبمون تاع لي انجينيور اللي يجيو هنايا. فيما يخص معرض النباك، يعني قلت لك هو معرض ابتدى في ناحية حسيب سعود في جنوب الجزائر في قلب المناطق البتروكيماوية. شركة مصنعين ممكن أنه نصنف هذا هذا وسمح الصالون للمشاركين بتقديم وعرض أهم منتوجاتهم في مجال النفط والغاز والمصنوعة بأحدث التكنولوجيات، حيث أكد المشاركون أن الصناعات التي شاركوا بها في هذا المعرض تمثل أكثر اقتصادية وأقل ضررا للبيئة والمحيط.